نواصلوا في الاتحاد الشرقي للقوات الشعبيه تحضير المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب ديالنا اللي غادي نعقد نهايه يناير. اليوم كان عندنا موعد مع اجتماع الكتاب والجهات والاقاليم ومنسقي الجهات والاقاليم اللي في حزبنا من اجل تنزيل قرارات المجلس الوطني للحزب الاخير. احنا اليوم غادي نمشيو لمرحله جديده في التحضير، هي مرحله قراءه ودراسه المشاريع الاوراق التنظيميه والسياسيه اللي غادي تكون عبر ربوع المملكه داخل المقرات الحزبيه في المغرب كامل. من بعد وهذه العمليه غادي تكون ما بين الفتره ممتدة من دابا إلى غاية 8 يناير، ومن 8 يناير إلى 16 يناير غادي تكون عندنا عملية ديال انتخاب المؤتمرين والمؤتمرات اللي غادي يكونوا غادي يشاركوا في المؤتمر الوطني الحادي عشر. طبعا احنا في جهه ديال الدار البيضاء سطات الجديده برجنا لقاءات في الاقاليم الجهه كامله، وهذه اللقاءات غادي تنطلق من 3 يناير وستمتد الى غايه 16 يناير القادم باذن الله. رهانتنا هو انه تم تطعيم الورقه السياسيه ويتم تطعيم وتعديل وترميم الاوراق اللي غادي غنقدموها للمؤتمر. الورقه التنظيميه مفتوحه للنقاش، الورقه السياسيه مفتوحه للنقاش امام عموم المناضلين والمناضلات. وايضا غادي الحزب ديالنا غادي يدير واحد المجموعه ديال الندوات من اجل انه يشرح شنو هي الرؤيه ديالو السياسيه لبلادنا وشنو مشروع المجتمعي لبلادنا. اكيد على انه تحضيراتنا للمؤتمر الوطني الحادي عشر هي تحضيرات ما غاديش تكون يعني مقتصرة على الاتحادين والاتحاديات، والاتحاد الشرقي للقوى الشعبية سيفتحها للنقاش العمومي من خلال تنظيم ندوات صحفية حول الورقة السياسية والتحضيرات المؤتمر، وأيضا من خلال تنظيم مجموعة من الندوات المرتبطة بما الأفكار والمقترحات والمشاريع اللي جينا بها في الورقة السياسية. هذا اللقاء اليوم اللي هو كينعقد ديال كتاب الأقاليم والجهات، الدور دياله هو يعني لقاء تنسيقي والتحضير للمحطة الأساسية محطة المؤتمر الوطني الحادي عشر. هذا الاجتماع اليوم اللي حضروا اللي كان فيه جلسة عمومية والآن تم تقسيم إلى عدة أقاليم وجهات، اللي كان فيه واحد يعني الاجتماع هو كان تقني، يعني فيه تحديد تواريخ ديال قراءة ومناقشة المشاريع ديال الأوراق التنظيمية والسياسية، وكذلك جدولة لتاريخ انتداب المؤتمرين للمؤتمر الوطني الحادي عشر. أولا هذا مؤتمر اللي كينعقد في واحد الظرفية اللي هي صعبة، والظرفية ديال الوباء اللي كيعرفوا العالم. احنا غادي يعني غناخذوا جميع الاحتياطات من اجل باش نتفاداو هذا. غير هو هذا المؤتمر كذلك اللي كيجي في واحد المحطه اساسيه ما بعد الانتخابات اللي عرفها المغرب، واللي الدور ديالنا كتنظيمات حزبيه وككتاب اقاليم وكتاب جهات هو ان هذه الديناميه اللي عرفها الحزب على مستوى الانتخابات خاصها تعرف واحد اشراك ديال هاد المناضلين الجدد وتسهيل اندماجهم في التنظيمات الحزبيه.